نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعناوين. وزارة الخارجية تنفي بصفة قطعية ما يروج له الكيان الصهيوني المحتل حول وجود محادثات دبلوماسية مع تونس. البرلماني الألماني يعرب عن رغبة بلاده في مزيد دافع التعاون مع تونس. ومسؤول أمني مغربي يحذر من توسيع التنظيمات الإرهابية بإفريقيا. في تفاصيل أخبارنا، البداية بمستجدات الوضع الوبائي. أكد رئيس معهد باستور الهشمي الوزير التوجه حاليا نحو استكمال التلقيح ضد فيروس كورونا مرة في العام لفئات عمرية معنية. وفي مداخلة له على إذاعة شمس فام، أفاد أن هذا التوجه خاص بكبار السن ممن أعمارهم 60 سنة فما فوق، وأيضا سيكون خاص بالفئات التي تعاني نقصا في المناعة أو التي تتناول أدوية تقلص المناعة، إضافة للمصابين بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب. من جهة أخرى، سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ بداية هذه السنة وإلى حدود 7 من جوان جاري 357 وفاة وأكثر من 2095 جريحا، وذلك نتيجة حصول 1874 حادث مرور. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي يتم تسجيلها بالخصوص في 5 ولايات، وهي كل من جابس مدين صفاقس قفصة وتطاوين للسهو وعدم الانتباه والمجاوزة الممنوعة والسير ليلا عفوا دون إنارة. وطنيا، نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الصهيوني المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس وفق بلاغ أصدرته في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس. أشارت الوزارة إلى أن هذه المواقع قد دأبت على نشر كما هذه الإشاعات، فيما تؤكد تونس أنها غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان المحتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، كما أكدت على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم. عبر نائب رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني عن رغبة الجانب الألماني في مزيد دفع التعاون مع تونس في مختلف المجالات، خاصة مجال الطاقات المتجددة والتكوين المهني. ختاما، حذر مسؤول أمني من المغرب من توسع التنظيمات الإرهابية نحو مناطق جديدة خصوصا في إفريقيا. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الخارجية تنفي بصفة قطعية ما يروج له الكيان الصهيوني المحتل حول وجود محادثات دبلوماسية مع تونس. البرلماني الألماني يؤكد أنه ويعرب عن رغبة بلاده في مزيد دفع التعاون مع تونس. مسؤول من المغرب يحذر من توسع التنظيمات الإرهابية بإفريقيا. كانت معكم سيمار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.